السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم ضمن أخبار في دقائق. وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس انشر تغريدة أمس ليلا راكم تشوفوا فيها الآن، قال: التقيت هذا المساء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ناقشنا تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمدنية، وشددنا على أهمية تعميق التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والعنف من أجل رفاه الإسرائيليين والفلسطينيين. محمود عباس راكم عاقلين، صافي كيلكو جور، وين كان؟ كان في الجزائر. شفتوا الاستقبال اللي استقبلها المعين على قصر المرادية وقال لها كمية مليون دولار. الاستقبال نتاع الوزير بيني جانتس لرئيس السلطة الفلسطينية كان في داره، ما استقبلهش مقر وزارة الدفاع نتاعهم، لا استقبله في داره وتبادلوا الهدايا مثلما أعلن العديد من وسائل الإعلام. وهنا غادي نقرأ لكم وجف مقال أرجونس فرانس بريس: التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، على ما أكدت مصادر متطابقة لدى الجانبين. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاجتماع عقد في منزل وزير الدفاع في مدينة روش هيين. وأكد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية مناقشة الرجلين قضايا أمنية ومدنية على المحك. وبحسب البيان، ركز الاجتماع على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف. وقال بيان الوزارة أن جانتس أبلغ العباس أنه يعتزم مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني. ويأتي هذا اللقاء بعد نحو 4 أشهر لاجتماع الرجلين في مدينة رام الله، كنت نسبق وأشرت إلى ذلك، في الضفة الغربية المحتلة. وناقش الاجتماع حينها قضايا الأمنية الروتينية والاقتصاد. ما معنى هذا؟ معنى أن محمود عباس اللي استقبله نظام العسكر وقال بلي رانا مع فلسطين وحنا يا مع فلسطين ظالمة ومظلومة، هذا عباس اللي كنا قلنا فيما سبق على أنه هو المطبع الأول مع الإسرائيليين، ها هو لمشى عنده في داره، راه عنده في داره. ما قول الآن نظام العسكر منين استقبلوا محمود عباس المطبع مع إسرائيل؟ ولا هذوك معليش صح، منين مشى المغرب أقاموا الدنيا ولم يقعدوا، منين مشى الوزير الإسرائيلي إلى الرباط أقاموا الدنيا ولم يبعدوها. شفتوا النفاق والشقاق تاع نظام العسكر؟ شفتوا النفاق والشقاق والنفاق تاع نظام العسكر؟ بصح أنا كنت سبق وقلتها في واحد الفيديو، نزار محمود عباس قلت منين غادي يرجع غادي يلتقي مع الإسرائيليين وغادي يتلاقي مع بيني جانتس، وهذا أكيد هو النظام العسكري يسوق للشعب الجزائري على أنه ضد، يعتبر إسرائيل عدو. ولكن أكيد محمود عباس في لقائه مع بيني جانتس بلغ رسالة المعين على قصر المرادية أو رسالة النظام العسكري لإسرائيل قصد عدم المضي بعيدا في علاقاتها مع المغرب. شغل هذا محمود عباس وسيط، هذا وسيط وخلص، ادى 100 مليون دو دولار منين؟ من اموال الشعب الجزائري باش يتوسط عند اسرائيل، باش يتوسط النظام العسكري المحاصر المعزول واللي راه مغبون وما عارفش روحه اش راه يدير. شفتوا النفاق يا بني وطني؟ شفتوا النفاق تاع نظام العسكر؟ علاش نظام العسكر ما راحش يستقبل المقاومة، زعماء المقاومة؟
استقبل محمود عباس على خاطر زعماء المقاومة، ماشي كيما محمود عباس. محمود عباس عنده التنسيق الأمني والعلاقات ومطبع، مطبع مع إسرائيل، وهذا الذي يبحث عنه النظام من أجل إنقاذ نفسه. وغير حشمان، وراء حشمان، ولو كان جبر هو اللي دار العلاقات مع إسرائيل ماشي المغرب. علاش نهار هما يبندروا الكيان الصهيوني التعاون مع نظام المخزن؟ ها هي للسلطة الفلسطينية اللي اعطيتها 100 مليون دولار، اللي اعطيتها ديكلاريا بتترك طرة، ها هي للسلطة الفلسطينية. اهدر يا بلاني، اخرج ودير ديكلاراسيون. انتقدوا هذا هذه الزياره نتاع محمود عباس اذا كنتوا رجال، بصح من نتوما ماشي رجال، نتوما ماشي رجال. كان جات فيكم الرجوله ما تتعاملوش بشحال من وجه. والشعب نتاعنا تكذبوا عليه وتهفوا وتنشروا مغالطات وغوغائية وشعارات. رئيس السلطة الفلسطينية، علاقات رسمية مع إسرائيل، تنسيق أمني، وكل شيء عادي، كل شيء عادي. أي هضروا معاه ولا قولوا لها رد لنا، رد لنا دراهمنا اللي اعطيناهم لك. شفتوا يا بني وطني، شفتوا أن الفلسطينيين في علاقات عادية مع الإسرائيليين، وإحنا نتاوعنا يتاجروا بالقضية الفلسطينية، يتاجروا بالقضية الفلسطينية، مش دفاعا عن القضية الفلسطينية أبدا، ومش ما يعتبروش إسرائيل عدو لهم أبدا. مشكلتهم مع المغرب، مشكلتهم مع الملكية، مشكلتهم مع البلد الجار، هذا النظام الحساد، هذا النظام النصاب والمحتال، هذا النظام النصاب والمحتال. راكم شفتوا مشى عنده الوزاره لبيته، ها هو لها، نسيت باش نوريكم البيت نتاعه، هذا هو بيت وزير الوزير الاسرائيلي بيني غانتس. هنا وين مشى عنده عباس قهوه ولا تعشى البارح؟ هذا شانهم، هذا شانهم فلسطينيين، ما ندخلش في الشان نتاعهم، هم احرار وأهل مكة أدرى بشعبها، وكل واحد حر في اتخاذ قرارات. لكن أنا اللي يهمني هنا هو نفاق وانشقاق وكذب وخداع نظام العسكر، اللي يرفع شعارات، اللي يرفع شعارات كلها تافهة ولا معنى لها. وكنت سبقت أنني تكلمت على وزير الثقافة الفلسطيني السابق إبراهيم أبراش، اللي رد على نظام العسكر، رد على نظام العسكر حول بغيته ينظموا مؤتمر نتاع الفصائل الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية راكم يشوفوا فيكم فقط غير دراهم. يا بني وطني، أموالنا، أموالكم، أموال الشعب تهدر وتستنزف من طرف نظام مفلس يتاجر بأمور الغير ويكذب عليكم وينسى التنمية وينسى تطوير الاقتصاد في البلاد وينسى الكثير من الأمور. فلسطين مش هكا يتم مساعدتها. فلسطين يعني نظام العسكر ما تتقدمش الأموال عبارة عن رشاوي فقط. فلسطينيين ما همش بحاجة إلى الشعب الفلسطيني، ما راحش بحاجة إلى هذا الطريق، هذا الأسلوب اللي راك تعتمد فيه يا أيها النظام الكذاب، أيها النظام المخادع والمنافق. بصح منين يتعلق الأمر بالمغرب والعلاقات ما بين المغرب وإسرائيل وهي تدخل في إطار سيادة، قرارات سيادية نحن لا دخل لنا فيها، وهذا شأن المغاربة، النظام ينوض يدير البوق، يدير بوق. بصح كي منين يتلاقي محمود عباس ولا الامارات، راكم شفتوا العلاقات ممتازه مع اسرائيل، يبلع فمه ما يهدرش، يبلع فمه وما يهدرش. وهنا ياكد لكم يا بني وطني ان المشكل هو بالنسبه لهذا النظام هو المغرب لا غير،
مشكلته هو المغرب كدولة. هذه هي مشكلة نظام العسكر المفلس، نظام العسكر النصاب، نظام العسكر اللي تنكر الخير الجيران. أكتفي بهذا القدر، ولي موعد لكم في حلقة أخرى. لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. شكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.